تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلاله الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، فضلا عن التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف. وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، كما اتفق على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا على ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة، فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. كما أشار الرئيس السيسي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023 الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق. ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2808 شهيد و10859 مصاب وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. وأضافت الوزارة أن الضفة الغربية شهدت سقوط 58 شهيدا و1250 مصابا منذ 7 أكتوبر الجاري. قطعت جلسة للكنيسة الإسرائيلية في القدس بعد إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من ضربة صاروخية قادمة من قطاع غزة. وكشفت مصادر صحفية أن المبنى تم إخلاؤه من الحضور، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقين إطاريين بشأن مشروع تطوير مطاري القاهرة والغردقة الدوليين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة إبان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما يعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.